السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طيب، معانا عربيه كنت بشرتكم كده من شهرين انها جايه مصر. ده اول وصول ليها في مصر واول مره تتشاف هنا في مصر، اول مره حد يجيبها. العربيه دي متوفره معانا النهارده، اصغر عربيه كهربا. اعمل شير بس للفيديو اول ما تدخل كده علشان يوصل للناس، علشان هي دي، هو ده المستقبل، هي دي التكنولوجيا. حابب بس اوضح حاجه، الناس اللي بتقول ان في 2035 لا هتظل الشركات تنتج عربيات بنزين للدول النامية والكلام ده، لا الكلام ده غلط. هو هم هيشوفوا بديل، يعني تمام، الوقود الهيدروجيني والعربيات الكهرباء اللي هي قطعت شوط قبل الوقود الهيدروجيني كمان، هم دول اللي هيبقوا موجودين. مش هينفع للأسف، المناخ خلاص هيخفي مدن في العالم واحنا كمان معرضين ومهددين بده، فما فيش حاجة اسمها انتاج عربيات بنزين علشان مصر وعلشان افريقيا، مش كلام ده، دي هتبقى قوانين يعني. فالمستقبل هو الكهرباء شئت ام ابيت. ما زالت الدنيا كل يوم في تطور، وما زالوا بيطوروا في المدى وفي الرينج. وعايزك تفصل ما بين حاجتين، ما بين الصانع الصيني للعربيات البنزين اللي لسه عندنا عليه انتقادات كتير جدا ولسه بنتكلم وبنقول ان هم لسه يعني بيتعلموا وما زالوا في مرحلة بيتطوروا، وما بين الصانع الصيني في العربيات الكهرباء اللي تفوق على تسلا السنة دي. العربية اللي معانا دي او البراند اللي معانا ده تفوق على تسلا السنة دي في المبيعات، المبيعات داخل الصين وخارج الصين، تمام؟ فقدر يتفوق يعني. وهفهمك ليه بي واي دي، لان بي واي دي بتدخل اوروبا، بي واي دي بتدخل عربيات اوروبا وابرزهم التانج يعني. فخلينا نشوف اصغر عربيه كهرباء، اعمل بس شير عشان الكلام ده يوصل للناس كده. دي بي واي دي اي 2، دي اصغر عربيه كهربائيه موجوده في مصر حاليا. الشنجان الاي ستار كانت موجوده طبعا، لكن دلوقتي ما اصبحتش متاحه للبيع، خلاص خلصت يعني. فدي اصغر عربيه، طبعا دي اكبر كمان واداء افضل وحجم موتور اكبر. عربيه شكلها لطيف قوي، عربيه شكلها حلو قوي، عربيه من ورا شبه السيات ليون بالظبط، يعني شافين السيات ليون الصراحه، او شبيهه بالسيات ليون جامد قوي يعني. تمام، السلوجن الجديد بيلد يور دريمز اللي بيحطوه على العربيات الكهرباء بتاعتهم بي واي دي. بي واي دي اكبر صانع في العالم دلوقتي لعربيات الكهرباء، والبطاريات الامنه جدا، الاختراع العبقري البطاريات البليد، عندهم بطارياتهم بي واي دي لم تواجه مشاكل تماما، بالعكس عكس تسلا يعني اللي عمالين نشوف بينها كل يوم مشاكل وقصص وحوار. طبعا تسلا صانع يعني ايلون ماسك، يعني تسلا طبعا عربيه خرافيه، لكن المشاكل للاسف بنشوفها كتير، لكن بي واي دي صانع امن تماما. خلونا نتفرج على العربيه دي، الفئه الاولى منها، دي الفئه الاولى من العربيه، للاسف بتنزل بطاسات، موضوع غريب قوي. العربيه دي استيراد نيو انرجي، ونيو انرجي بيدوا عليها ضمان سنتين. كويس قوي ان شركه زي نيو انرجي مثلا عندها مراكز صيانات كبيره، وكمان بتدي ضمان على العربيات الكهرباء. ابتدى الموضوع يتطور، ابتدى الموضوع ما يبقاش فيه قلق زي زمان، شركه بتخرج العربيه وبتدي ضمان كمان، وده كويس يعني. وجود ناس كتير منافسين لبعض في مجال العربيات الكهرباء اصبح الموضوع كويس قوي. العربيه من جوه جميله، الكونسول الطاير ده حلو قوي، عامل زي البي امات الجديده الكهرباء، حركه حلوه، بس التاني بيبقى الناحيه التانيه ورا يعني عند مسند الايد كده، فكره حلوه قوي. ده الفتيس السنجل درايف، ودي انماط القياده السبورت مود والايكو والسنو. العربيه فيها شويه حاجات حلوه يعني، يعني ممكن تغير السيمز بتاعت الشاشه وبتاعت العدادات. اللغه انجليزيه وده كويس يعني، حاجات قليله قوي اللي بالصيني، لكن اللغه انجليزيه. فيها باركنج سنسور خلفي، وفيها كاميرا خلفيه، الريزوليوشن بتاعها كويس. استنوا ما اوريها لكم. جربت العربيه كمان، العربيه حاده جدا وممتازه في المواصلات، حتى بتتكلم انجلش اهو. تمام، العربيه ممتازه، الكاميرا الخلفيه ريزوليوشن حلو قوي، ممتازه في في المناورات يعني. طلع عليا موتوسيكل فجاه كده، العربيه كانت رهيبه. العربيه دي بتقدم ايه بقى، وبتقدم اداء عامل ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. العربيه دي فيها موتور 70 كيلو وات، موتور مش كبير قوي، موتور صغير. مالتي فانكشن اهو، تمام. الشاشه زي ما قلت لكم، يعني خليني اكمل فرجه وبعدين اكلمكم عن العربيه. العربيه دي فيها موتور 70 كيلو وات، والموتور ده بيخرج 95 هورس باور و180 نيوتن متر عزم.
في العربيات الكهرباء بركز دايما مع العزم جامد قوي. العزم ده حلو قوي، حلو قوي على حجم العربيه دي. 180 نيوتن متر ده ما بتلاقوهوش في عربيات بنزين متوسطه الحجم، يعني تويوتا كرولا وينومي جام مثلا الموتور التنافس الطبيعي، كيا سيراتو. لا 180 نيوتن متر ده انا عايز اوريك، يعني دي حاجه ضخمه. تمام، فال 180 نيوتن متر دول بينزلوا بقى عزم على العجل ده، بتلاقي العربيه ايه، هو الموتور على المحور الامامي للعجلات، فبتلاقي العربيه دي طارت وماسكه في الارض بنت الابلسه، يعني عربيه تحسها سوليد كده وماسكه في الارض. اللي ما عجبنيش ان الخامات كلها جوه بلاستيك، بس دي الفئه الاولى، فانا مش هظلم العربيه، دي الفئه الاولى. لكن شكل العربيه وتصميمها ومساحتها جميله، مساحتها حلوه قوي، وشنطه العربيه كمان كبيره. بصوا مساحتها يا جماعه، هب تكون واضحه، المساحات حلوه جدا جدا، يعني العربيه دي تاخد 3 مستريحين ومفيش نفق في تيس. انا مستغرب انك ممكن تطلع من الحجم المدمج ده، الهاتش باك اللطيفه المدمجه دي، مستغرب انك ممكن تطلع المساحات دي. ميزه العربيات الكهرباء في كده الصراحه. كمان العربيات دي مصاريفها تكاد تكون صفريه، يعني العربيه دي ال 300 كيلو الباتري اللي فيها 35 واط، بتمشيها 305 كيلو. الباتري دي بتتشحن بحوالي 45 جنيه. ال 45 جنيه دول يمشوك 300 كيلو، انت متخيل؟ يعني عشان تمشي 600 كيلو مثلا، تمشي افريج مثلا زي تفويله عربيه موفره للبنزين، هتمشيهم ب 90 جنيه. الموضوع ده لطيف جدا. كمان بتشحن الشحن الدي سي الفاست تشارجنج من 30% ل 80%، بتشحن ال 50% دول في نص ساعه، وده كويس قوي. بصوا حجم الشنطه كمان حلو جدا، يعني حجم الشنطه على هاتش باك حلو جدا. انا اعتقد الشنطه دي تتخطى 370 لتر مثلا، ده يعتبر حجم كويس قوي، حجم قريب من حجم شنطه العربيه السيات ليون مثلا، او اكبر سنه لانها عرضيه. شكل العربيه كمان من ورا حلو قوي قوي، يعني السعر دلوقتي ما اعرفش الصراحه كام. العربيه موجوده تسليم فوري عند نيو انرجي زي ما قلت لكم، هي استيرادهم وضمانهم. تمام، ما اعرفش، ممكن تتواصلوا معاهم تسالوهم، احط لكم اللينك. انا ما اعرفش السعر دلوقتي كام، طبعا السعر اكيد غالي عن ما كنا متوقعين، يعني كنا نتوقع العربيه دي في اواخر الربعميات، اعتقد السعر غالي دلوقتي، لان العربيات دي انتوا عارفين يعني تعامل المعامله حسب السعر اليومي للدولار، يعني فللاسف اعتقد ان سعرها غالي يعني. بس دي حبيت اوريكم التكنولوجي بس، ويعني بغض النظر عن انك تشتري او ما تشتريش، ده ما يخصنيش، ماليش دعوه، بس حبيت اوريكم التكنولوجي، وحبيت اوريكم وصلوا لكام. يعني عربيه حلوه قوي، حجمها حلو قوي، مساحتها حلوه قوي. هتستفيد لما تاخد تجربه العربيه البنزين انك مش هتصرف خالص مينتننس، الصيانات دي هتنساها تماما. كمان مش هتصرف مصاريف يعني بنزين، يعني اعتقد انا اللي معاه عربيه كهرباء ومن الحجم ده، عربيه سيتي كار مثلا، اعتقد انه بيصرف مثلا 3-4000 جنيه في السنه، يعني في السنه، فاهمني؟ اللي هم لا يعادلوا صيانه واحده مثلا لنيسان صني بس كده، يعني من غير ما تحط بنزين ومن غير ما تعمل حاجه. شكلها جميل قوي، اعملوا شير للفيديو ده، خلوا الناس تستفيد. كده نبقى ورميناكم الاي 2. انا هجرب العربيه دي وهنزل لها ريفيو كامل كمان على اليوتيوب ان شاء الله. تمام، شكرا. وكان معاكم محمود خالد. نفق شكمان ايه اللي نفق شكمان؟ لا مفيش. والفتيس تقصد مفيش نفق فتيس؟ فتيس سنجل درايف، العربيات الكهرباء ودايما ما بيبقاش فيه نفق فتيس، فالمساحات بتبقى حلوه. شكرا، وكان معاكم محمود خالد.